في نقطة مهمة، إنه لو التوراة كانت اتحرفت قبل مجيء المسيح، أكيد المسيح كان عارف، وكأكيد المسيح كان قال، ولا المسيح اللي خلاه كان بيعرف أفكار الناس لأن هو الله الظاهر في الجسد وبيعرف الغيب وبيعرف الأمور الغير موجودة، على الأقل كان عارف إنه التوراة محرفة. لكن الشيء العظيم إنه ما قالش حاجة عن كده، بل بالعكس استشهد بالتوراة في أحاديث كتير من الأمور اللي اتكلم فيها.